بسم الله، السلام عليكم، يعطيكم العافية. بقى علينا شوية سلايدات من chapter 1 ونخلصهم إن شاء الله ونتحدث عن chapter 2. رح نتحدث عن WIGO Wireless، ليش الناس اتجهت للوايرلس. تحدثنا شوية عن هذا الكلام في البداية، ولكن الآن رح نشوف more serious applications، أسباب حقيقية من الاندستري ليش الناس اتجهوا باتجاه الوايرلس. الآن the need for wireless and mobile communication, mobile networking. ليش كان في حاجة أو شو الحاجة كانت لل wireless and mobile networking؟ كان في demand for something called ubiquitous computing. برضو من أسمائها pervasive computing أو nomadic computing. يعني أسماء المصطلحات المتوفرة في ال resources، بس أكثر شيء ubiquitous computing. شو يعني ubiquitous computing؟ تحدثنا عنها شوي في السابق، بس بشكل عام ال ubiquitous computing إنه to be able to communicate and access computing resources anywhere at any time. الفكرة إنه في ال ubiquitous computing إن أنا أستطيع طبعاً هذا الكلام إذا نرجع شوي للهيستوري. في بدايات الوايرلس والموبايل نتوركينج تكنولوجيز الحديثة اللي بلشت تقريبا قبل يعني بين 20 و 25 سنة، هذيك الفترة كانوا الناس فعليا يحلموا في شيء بسموه اللي ما يسمى بالبرفيسيف أو اليوبيكوتس كومبيوتر، اللي anywhere and anytime computing. الآن بهذيك الفترة كانت الكوميونيكيشن، خلينا نحكي في الفترة هذه، كانت تقريبا في السكند جينيريشن الموبايل كومبيوتينج، وكانت الوايرلس نتوركس لسه في بداياتها، كان لسه موضوع الوايرلس كان في بداياته، وبلشوا الناس يبنوا عليه ابلكيشنز، يبنوا عليه احلام ايش احنا ممكن نساوي فيه مع الوقت. خلينا نشوف وين وصلنا، يعني هل وصلنا فعلا لهي المراحل الناس كانوا يحلموا فيها ولا لا. كانت بشكل عام الفكرة انه انا استطيع اتواصل وأوصل للريسورسز اللي أنا بدي إياها من أي مكان في أي وقت، تمام؟ على سبيل المثال، you don't have to go to the to your office or computer lab to check your email. هذيك الأيام قبل 20-25 سنة فعلياً عشان تشيك إيميلك كان لازم تروح على غرفة الكمبيوتر أو الكمبيوتر لاب إذا كنت في الجامعة، أو يكون عندك كمبيوتر خاص فيك في المكتب تستطيع تشيك منه، بس ما كنت تستطيع تشيك الإيميل على سبيل المثال while in the go while on the road وانت طالع من المكتب. فكنت دائما مرتبط في أماكن معينة تستطيع من خلالها تعمل access للresources أو تتواصل مع حدا. الفترة هذه كانت الموبايل فونز بلشت تنتشر، لكن بإمكانيات mainly على voice communication، كانت mostly voice communication. كانت الداتا لساتها مش متطورة كثير، فكانت على الأقل for voice communication كان جزء من الناس يستطيع يتواصل عن طريق الموبايل، بس برضو كانت لسه مش كل الناس تستطيع can afford الموبايل فون. كانت الأسعار نسبيا عالية، service cost كانت عالية، لسه networks ما كانتش كثير كبيرة، مش منتشرة بشكل كبير. فعشان هيك الناس كانوا يحلموا من هذا الكلام أستطيع أنا أوصله خلال فترة معينة، وأعتقد إنه وصلنا لمرحلة كويسة منه. خلنا نشوف شو رأيكم بعد شوي. الفكرة من اللي ubiquitous computing إنه pushing the computers more into the ground. هاي كمان نقطة أخرى، إنه ما يعني الكمبيوتر ما عادش هو الإشي الأساسي. زمان كان يعني الكمبيوتر نفسه كديفايس كان له أهمية كبيرة، طبعاً لازالت له أهمية، بس كان التركيز على إمكانيات الكمبيوتر والكوست تبعته والديزاين، كان بستورج وكان بالبروسيسنج and so forth. كان ماخذ جزء كبير من الكوست وجزء كبير من الهم، إنه أنا يكون عندي كمبيوتر، وين بدي أحط الكمبيوتر، شو إمكانياته. كان الحلم إنه يصير التركيز على التاسك and life more than the computer itself، إنه يحصل إنه يصير الكمبيوتر شيء كمالي، يعني commodity، شيء موجود وشيء طبيعي يكون موجود، و ما فيش تركيز كثير على الجهاز وإمكانياته. وهذا اللي حاصل الآن تقريبا كل الأجهزة صارت إمكانياتها جدا متطورة، سرعاتها الستورج كابابيليتيز الكوميونيكيشن كابابيليتيز تبعتها صارت بشكل عام متطورة، بطل كثير أهمية، يعني بطل ناس كثير تركز على
شو نوع الكمبيوتر وشو المواصفات. صارت تقريبا كل معظم المواصفات تعطيك اللي انت بدك اياه من access the network و access the resources بطريقة efficient وسريعة جدا. Use computer seamlessly to help you and make your life much easier. الهدف من وجود الكمبيوتر انه يعطيك seamless access للresources اللي بتحتاجها. ايش يعني seamless؟ يعني سلس، تعطيك امكان سلاسة في doing your own tasks and making your life easier, سواء your personal life or your business life. فهي كل هاي الفكرة إنه يبطل التركيز على الجهاز نفسه. لاحظوا الآن إحنا في العصر الحالي بطل جهاز الكمبيوتر نفسه كثير له أهمية. صرت تستطيع تعمل access من تقريبا أي device. كل ال devices بأشكالها. إمكانيات الكوميونيكيشن تبعتها صارت عالية. صارت تشبك عن طريق الواي فاي أو عن طريق الموبايل نتورك. البروسيسنج باور والستورج تبعتها كثير ممتازة. فصارت الآن معظم الأجهزة الكمبيوتينج ديفايسز إمكانياتها متشابهة. ما عادش كثير هالفرق كبير. إذا بدك مثلاً جيمينج بي سي هذا موضوع آخر عشان الجيمز، أو بدك إشي فور ديزاين سبيسيفيك يعني تايبس أوف كمبيوتر. بس بشكل عام للاستخدامات العامة أصبحت الأجهزة ما عادش الفرق هالهائل بينها زي ما كان زمان، والسعر كمان ما عادش في كثير فروقات في السعر. وهي كان هدف من الأهداف إنه نوصل للمرحلة هاي، وأعتقد وصلناها لدرجة كويسة. Devices should be location aware. موضوع location awareness صار مهم كثير. لما طالما عم نتحدث عن wireless and mobile networking معناها في عندي mobility، على ذلك إنه user ممكن يكون في أي مكان في أي لحظة، يعني يتنقل من مكان لمكان. فالآن هذا التنقل بيحتاج location awareness. بدي device يصير aware of its location و aware of what resources موجودة في هذا location. لأن مصير تغير location مش بالضرورة تأخذ نفس services، مش بالضرورة تأخذ نفس access للservices. فهذا موضوع location awareness صار مهم جدا. تحاول تخلي services تلحقك وين أنت موجود. بس هذا الكلام مش دائما متوفر، بس على الأقل ممكن تتنتقل من مكان لمكان، والمكان هذا فيه resources مختلفة، فيه access لمعلومات أو access ل resources مش موجودة في مكان آخر. تمام. فمن ضمنها adapt to the current location، كيف إنك device تبعتك to adapt to the current location that's within، يعني إيش طبيعة النتورك اللي موجودة وإيش تستطيع تعمل access وإيش ما تستطيع تعمل access and so forth. Discover location dependent service زي ما حكينا، تكتشف ايش هي الخدمات اللي موجوده. ويفضل هذا الكلام يكون اوتوماتيك، انه الديفايس لحاله تكتشف هذا الكلام بدون اي انترفنشن من اليوزر. فبتلاحظوا انه موضوع اليوبيكوتس كومبيوتينج اللي الناس يعني حطوا له التصور بهاي الطريقه من 20-25 سنه، اتوقع انه وصلنا لمرحله كثير كويسه من هاي الخدمات. شو رايكم؟ برأيكم وصلنا لهذا الكلام أو لأي درجة وصلنا منه؟ مين بيحب يعلق؟ دكتور، بعتقد إلى حد ما يعني، بس مش يعني مثلاً location awareness 100% بتقدر تحكي إنه إحنا وصلنا لهالدرجة هاي، بس إنه قصة إنه omniverse ubiquitous مش كثير. لا صح ولا لا؟ برأيك كم نسبة يعني، أو إيش اللي لسه ما وصلنا لهوش أو لساته مش مكتمل؟ أنا ما بعرف إذا نحكي على الأردن ولا نحكي بشكل عام. يعني إحنا ممكن نحكي عن الأردن بشكل خاص، بس إحنا بنحكي كتكنولوجي. إحنا كتكنولوجيست يعني إحنا نتورك إنجينيرز في عمق التكنولوجي، نتحدث عن وجود التكنولوجي في العالم، يعني هل فعلياً توفرت؟ وإحنا في الأردن بشكل عام يعني صراحة الكوميونيكيشن عندنا والنتوركينج نسبياً متطورة، يعني مش كثير قليلة عن دول متقدمة. بس الابليكيشن انه نعمل ابليكيشن للنتورك او نستخدمها باحسن قدر ممكن، ما اعتقدش بنفس الدول باماكن اخرى. يعني ما عندنا قصة انه مثلا نشبك اكثر من جهاز عن طريق النتورك، لانه اصلا النتورك عندنا الكواليتي تبعتها مش كثير عالية بكل الاماكن. يعني لسه اكثر من جهاز على النتورك، نفس الصوره هاي اللي شايفينها احنا. انه نستخدم الابلكيشن بالبيت مثلا، تصير عندنا الانتليجنت هوم.
وصلنا لها. بشار شكرا انك ذكرتني فيها. احنا هون يعني في نقطه كثير مهمه نحكي فيها، يعني الناس لما حطوا هاي المواصفات حطوها قبل يعني زي ما حكيت لك جزء 20 25 سنه صح. الان مع تطور التكنولوجيا ودخول نيو تكنولوجيز ونيو ديفايسز والتطورات اللي صارت عليها، بلشوا الناس يوسعوا من 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 هاي التوقعات. يعني على سبيل المثال قبل 25 سنه ما حدا كان كثير يفكر في موضوع الانترنت اوف ثينجز. نحن عم نتحدث عن مين اللي عن الانترنت اوف ثينجز صح، اللي هم اوتوميشن وانك تو جيت انترنت اكسس تو اول ذيس ديفايسز زي الكافي برور او وات ايفر، اي شغلات اللي هم الشغلات البسيطه. هذيك الايام الناس كانت تحلم يا دوب اني انا استطيع انا كشخص اتواصل واحد او اوصل الريسورسز تبعتي من اي مكان في اي وقت كبني ادم، يعني سواء على البزنس سايز او على البيرسونال سايز. يعني ما كانوش لسه عم بيفكروا انه ممكن انا احط اوصل اي ديفايس عندي في البيت او في المكتب في الانترنت. لكن مع مرور الوقت تطورت الفكره، صارت اكثر انه هي كان انتجريت اذر ثينجز وذين ذا نتورك. تمام. فالان احنا عم نتحدث مثلا في الاي او تي، لسه الاي او تي في تقريبا في بدايه ايامها، لسه بعدها ما تطورت او ما عملها امبلمنتيشن بشكل كبير لا في الاردن ولا في غير الاردن. يعني حتى في الدول المتقدمه الاي او تي مثلا هوم اوتوميشن موجود في بعض الاماكن الخاصه مثلا الفلل الكبيره او القصور الناس اللي معها في الجيب. تمام. لكن لا زالت مش متوفره للناس العاديين بشكل كبير، يعني جزء منها موجود يمكن انستولد في البيت لكن على مستوى نسبيا قليل. فالان يمكن الصوره هاي شوي خلينا نحكي بتعبر عن اكثر من اللي موجود في التكست او اللي كانوا الناس يحلموا فيه قبل 20 25 سنه. ماشي بشار؟ فهمت عليك. تمام. فكلامك صحيح، احنا تقريبا الشغلات اللي كانوا الناس يحلموا فيها من 20 25 سنه حققناها لدرجه نسبيا كويسه. تمام. يمكن مش 100% لكن لدرجه يعني بنقارن قبل 20 سنه واو كثير ممتاز. بس الان مع التطورات الجديده والاحلام الجديده اللي بلش الناس يحلموها مع الاي او تي وال5G، غير طبعا الكونسيرنز الجديده اللي ظهرت معها، الان صار في حديث عن الانتنسيف اي او تي نتوركس، ان كل شيء توصله في النتورك تستطيع تتحكم فيه وتعمل له مونيتورنج. تمام. طيب الان بعض السامبل سيناريوز لليوبيكوتس كومبيوتينج. You walk into your office and your computer automatically authenticates you through your active badge and logs you into the system. واحدة من الشغلات يعني بجوز بعضها تكون تعتبرها luxurious وبعضها ممكن فعلا لها أهمية، انك انت اجيت الصبح على المكتب مثلا. هاي الشغلة انا بذكر من 20 سنة كانت موجود في بعض الشركات في امريكا، انك الاكتيف بادج تبعتك، عارف شو الاكتيف بادج؟ يعني زي بطاقة بتشبه، تعرفوا البطاقة الاي دي كارز اللي اخذتوهم من جديد من بنك القاهرة عمان، نفس الفكره تماما. هاي تعتبر اكتيف بادج، يعني بطاقه عليها صورتك، عليها معلوماتك، اسمك اند سو فور، وبنفس الوقت عليها اكتيف ديفايس او ممكن تكون باسيف ديفايس اللي موجوده، تعمل كوميونيكيشن على نير فيلد. يعني مثلا هاي الاكتيف بادجز بتذكر قبل 20 سنه كنت تحطها في محفظتك وتقربها من جهاز جنب الباب يفتح لك الباب اوتوماتيكلي، او مجرد انك قربت من الباب بدون ما تضطر تطلعها من المحفظه الباب يفتح اوتوماتيكلي. دخلت على المكتب تبعك مباشره البادج، بتعمل اكسس على الكمبيوتر، بتعمل لك اوثنتيكيشن وبتعمل لك لوجين، ما بتجلس على المكتب ولا انت اوريدي داخل على السيستم. يعني بتكون وفرت هالكم من دقيقه عشان تعمل لوجين بالطريقه الاعتياديه. هذا الكلام مثلا من 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 هاي الصور، انك انت تستطيع تو اوتوميت ثينجز. كنت عم بحكي اليوم تذكرت شغله انه وانا عم بنبي شوي في الويندوز 10 وجدت فيتشر ما كنتش اعرف عنها من اول، انه بامكانك عن طريق الموبايل فون تبعك تشبك، طبعا بامكانك تشبك بلوتوث بس في خاصيه انك بامكانك تخلي الويندوز 10 على سبيل المثال اذا انت بعدت لمسافه معينه عن الجهاز تبعك يعمل لوك ان، يعمل لوك حتى ما يستطيع حدا يدخل على الجهاز تبعك ويعمل تو اكسس الداتا. ف this is a good security feature، سهل جدا. انت الموبايل فون دائما على جنبك بتحمله وانت رايح، ممكن تحمل التليفون تطلع تحكي مكالمه برا ولا حدا اجى مثلا اجتماع في مكان اخر.
إذا نسيت تعمل لوك للجهاز تبعك حتى ما يستطيع حدا يدخل عليه ويأخذ المعلومات، صار هذا الكلام يحصل أوتوماتيك. لأن تقريبا نفس الفكرة. هذا الأوتوميشن أحيانا for security purposes كويس، for time time saving كويس. إذا واحد بروح كثير بيطلع بعد عن المكتب وبرجع، يعني دائما يعني رايح جاي في المكتب أو في الشركة، هذا بوفر عليه وقت يضل كل شوي يعمل لوك إن ويعمل يعمل لوجين أوثنتيكيشن. ممكن هذا الكلام يحصل أوتوماتيكلي يوفر فيه. مثال آخر، you go to foreign building and your mobile device discovers whatever available resources. زي printer على سبيل المثال، بدك تطبع عليه document. زمان في نهاية التسعينات وفي بداية الألفية لما كنا مسافر ضمن الشغل في الشركات، وأنا يعني أول فترة كنت أسافر كثير صحيح في أول شغل إلي في سبرنت، كنت دائما لما أنت تسافر وتقضي مثلا أسبوع تريننج أو بزنس تريب للشركة في مكان آخر، بدك أكسس للنتورك تبعت الشركة، للإنترنت تبعت الشركة، بدك تبعت معلومات، تبعت فاكس أو تستقبل معلومة من الشركة عشان تتابع الشغل. كانت دائما هاي مشكلة. الموبايل فونز كانوا مش منتشرات كثير، يعني كانوا موجودات لكن لسه زي ما حكينا النتوركس ما كانش كثير اوبتمايز، كانت الكوست تبعتها كثير عالية، بالذات لما تكون انت موبايل لما تعمل رومينج، فكانت الكوست بروهيبيتيف، يعني ذات جاستيفاي انك تستخدم. كنا كثير نستخدم اللاند لاينز وعشان نشبك على شبكة الشركة كنا نضطر نستخدم اولد في بي ان تكنولوجي، كانت كلياتها على الدايل اب، فكانت time consuming و very low data rate ومشاكلها كانت كثيرة. فالآن فمش شيء طبيعي كان الناس يحلموا هذا الكلام يتحسن بشكل هائل. أنا عندي موبايل ديفايس، مجرد جيت على الفندق ولا جيت على الشركة اللي أنا عم بزورها، قم لحاله عمل إيش discovery لل resources اللي موجودة في هذا اللوكيشن، اللي من ضمن اللوكيشن awareness context، وبدك تعمل شغلة مباشرة يجد إنه مثلاً الطابعة أو الديفايس اللي بدك تكون موجودة يمكن access. تمام، هاي من الشغلات اللي ناس كانوا يحلم فيها واعتقد وصلنا درجة كويسة فيها. نيجي نتحدث عن سيناريو يمكن شوي مش معهود، بس هذا السيناريو احنا كنا كثير مركزين عليه في الاندستري في امريكا، اللي هو بيتعلق في المينتنس في المصانع. انت بكون عندك مصنع والمصنع هذا فيه كونفير عليه واسمبلي لاين، بيصنعوا مثلا ماده معينه، بيجمعوا شغله، بيصنعوا سياره وات سو فورت. الان هاي المصانع التايم از ماني، يعني انت طالما المصنع شغال وبينتج معناها في فلوس وفي في بروفيت. في اللحظه اللي بتتعطل في ماشين بكلف الشركه، بكلفها ممكن يكلفها ملايين فعليا. اذا تعطلت الماشين مثلا ساعه او ساعتين، هذا الكلام ممكن يكلف فعليا كم هائل من البروفيت للشركه. فمهم جدا موضوع انك انت في المصنع تخلي الورك فلو سريع، توفر وقت وتوفر داون تايم، سمو داون تايم، انه ما يكونش عندك اي عطل معطل التصنيع، جدا مهم. وهذا الكلام في هذيك الفتره كان عليه يعني كونسيرن كبير وطلب بنفس الوقت. أنا يعني آخر شغل اشتغلته في أمريكا كان الهدف من توظيفي استخدام الوايرلس تكنولوجيز في المصانع عشان توفير الوقت وتوفير الجهد على الناس. فطلعنا بنتائج كثير كويسة من خلال الشغل في هذا المجال، لأنه ما كانش كثير موجود. المصانع كانت تشتغل بالطريقة التقليدية وكانت تخاف من الوايرلس. تمام، يعني على سبيل المثال عندك ماشين تعطلت، صار عندك مالفانكشن ماشين. الان المانفانكشنج ماشين هاي لما في الطريقه التقليديه لما تتعطل آلي، العامل اللي بيشتغل على الآلي هاي او قريب منها بده يعمل ريبورت انه والله الآلي الفلانيه تعطلت، وعلى الاغلب بده يكون بيبر بيس، وهذا الطلب بده يروح للديبارتمنت والديبارتمنت لديبارتمنت اخرى ولا مانجر، وبعدين ندور على التكنيشن وين موجود، متوفر مش متوفر، والتكنيشن هذا بده يروح على الماشين عشان يصلحها، بده يجيب معاه السبيسيفيكيشنز والمانيوالز، يعتل له عتلي كويس ويحضر حاله. هذا الكلام بياخذ وقت، وهذا الوقت زي ما حكينا بيسبب خسائر هائله جدا. فصارت الفكره انه طب انا اذا صارت عندي مشكله زي هيك، كيف انا ممكن استخدم الوايرلس تكنولوجي بحيث اني انا اخفف من هاي المشاكل كلها. فهون اجت الفكره انه هاي واحده من الاشياء اللي اشتغلنا عليها، انه
كيف انت ممكن التكنيشن هذا، خليني اوجيكم، بدي انط شوي للامام اوجيكم الصوره اللي احنا يعني رسمناها عشان نعبر عن هذا الكلام. يعني هاي بتمثل على سبيل المثال مصنع، نفترض مصنع تصنيع سيارات او تجميع سيارات، اوكي، وعندنا هذا التكنيشن اللي هو مهمته يصلح الاعطال او يتعامل مع الاعطال اللي بتحصل. حصل مشكله في ماشين، زي ما حكينا الطريقه التقليديه كثير تايم كونسيومينج وبدها جهد كبير من التكنيشن يعتل معه شغلات ومانيوز اند سو فورت. الان صار التكنيشن شو اللي بده اياه؟ يعني بده شويه ادوات بسيطه وتابلت بي سي او هاند هيلد كمبيوتر، وهذا الهاند هيلد كمبيوتر مشبوك عن طريق الوايرلس نتوركس، تمام، في كل الريسورسز اللي بيحتاجها، سواء انترنت ريسورسز او انترانت ريسورسز داخل زي مثلا الانجينيرنج سيرفر او البروسيس سيرفر اللي هو بيتعامل معه. فالان صارت لما تحصل مشكله ممكن المشين نفسها يكون عليها سنسورز، مش بحاجه حد يعرف، ممكن السنسورز نفسهم تعطي انديكيتور انه والله المشين هاي فيها مشكله. فهذا الانديكيتور ممكن عن طريق عن طريق النتورك يعطي نوتيفيكيشن، اوتوماتيك نوتيفيكيشن للتكنيشن انه والله في عطل معين في المشين الفلاني. تمام؟ ممكن مباشره يبلش الدياجنوستكس ويبلش الكوميونيكيشن عن طريق التابلت بي سي، يحكي له وين المشين موجوده، شو نوع العطل اللي صار، ويطلع له ايش؟ كل المعلومات اللي بيحتاجها، يطلع له سبيسيفيكيشنز، الانجينيرنج دروينجز اند سو فورث، ويحدد له مكانها. فهون انا وفرت وقت وكم هائل جدا من الجهد عشان اصلح المشين. فالتكنيشن على بين ما يوصل للمشين بيكون نص الشغل انشغل، والاشياء اللي بده اياها طلعت على الجهاز امامه اند سو فورث. طبعا هذا الحكي عملنا له انتجريشن مع لوكيشن بيس سيرفيسز. يعني عملنا خدمات بتتعلق في لوكيشن حتى داخل المصنع، لان حسب وين هو موجود ايش اللي بيحصل. على سبيل المثال في عندك بعض المصانع بيكون فيها ماشينري زي روبوتيك ارمز بتتحرك، حجمها كبير وهائله، ممكن فعليا اذا حد قرب عليها وضربته ممكن تاذيه على سبيل المثال. فعملنا انتجريشن لهذا الكلام، انه تكنيشن او اي حدا يكون ماشي يكون عارف في اي منطقه ماشي، واذا تجاوز المنطقه هاي ممكن يصير يا اما تصير في بيج وورنينج او انها تتوقف المشين بس عشان ما تاذيش الانسان. هاي موضوع السيفتي على سبيل المثال كثير مهم، انك تشغل المشينز بس نفس الوقت بدكش يصير عندك مشاكل تضر بالبشر. فهذا الحكي يعني ك ك ك ابلكيشن زي ما حكينا انه التكنيشن ممكن هو جاي الدياجنوستيك سكرين تطلع امامه على الشاشه يبلش يتفاعل مع المشين حتى قبل ما يوصلها، ممكن تنزل له الانجينيرنج دروينجز وتورجيه السبيسيفيكيشنز مباشره وهو ماشي باتجاه المشين، وهذا الحكي بوفر وقت وجهد هائل جدا. تمام، هاي بعض السيناريوز اللي اشتغلنا عليها في الزمانات على موضوع اليوبيكوليس كومبيوتينج، واعتقد وصلنا مرحله كثير كويسه فيها الان. في المصانع صارت تستخدم الوايرلس تكنولوجي بشكل كويس بعد ما كانت من المحرمات في نهايه التسعينات. من البنفيتس للوايرلس نتوركينج ايش هي الاشياء اللي كمان بتفيدنا؟ زي ما حكينا ضمن نفس السياق، increase efficiency and accuracy، انه انا بترفع لي الكفاءه والدقه في العمل لما يكون عندي مجموعه من الاشخاص بيشتغلوا مع بعض. They can communicate with each other wherever they are. فيش داعي انهم يلتقوا. زمان كانوا الناس عشان ينسقوا اي شغل لازم يعملوا ميتنج ولازم يجوا ويلتقوا في مكان واحد ويجلسوا، وهذا الكلام مكلف من ناحيه وقت، مكلف من ناحيه جهد. الان بيستطيعوا يتواصلوا مع بعض عن طريق الوايرلس نتوركينج من الموبايل ديفايسز اللي معاهم بغض النظر وين هم موجودين. كانوا يعملوا اونلاين ميتنج زي ما احنا عم نساوي الان وينسقوا اي عمل ويخلصوه بشكل سريع. هذا بيرفع من الكفاءه وبيرفع من دقه العمل. اذا في عندي تيم بيست وركرز they can access the resources all at the same time while they're collaborating حتى لو ما كانوش في نفس المكان. هاي كل الشغلات رفعت من كفاءة العمل وزادت الإنتاج وحسنت البروفيتس في الشركات بشكل كبير. النقطة الثانية easier and less expensive installation. واحدة من أكبر مشاكل الوايرد networking اللي هو الوايرد. تمام، الوايرينج الكوست تبعته كثير عالي والكومبلكس تبعته كثير عالي. فاستخدام الوايرلس، اذا استطعنا نستخدم الوايرلس بدل الواير بكون وفرنا جهد كبير، وفرنا سبيس، وفرنا كوست هائل جدا.
تمام. فموضوع الوايرنج من اكثر الشغلات اللي كانت جذابه لللوكيشنز اللي فيها وايرنج كثير، بالذات في الاندستريال لوكيشن، يعني في المصانع وجود الوايرز في اماكن ممكن يكون سبب انريلايبيليتي عالي جدا، لانه الواير ممكن يكون معرض لعوامل جويه داخل المصنع او عوامل لها علاقه بطبيعه الشغل، تعرضه للتلف او للقطع and so forth، وتعطل الشغل اللي مرتبط فيه. فوارس نتوركينج is an ideal solution to a lot of these scenarios. في كثير من السيناريوز او من الانستليشنز استخدام الوايرلس نتوركينج كثير بحل مشاكل انه اتخلص من الوايرز. Eliminating cabling saves money and time زي ما حكينا، و allows offices to reorganize. هي واحدة من الشغلات كمان اللي لها أهمية أحيانا، إنه أنت إذا عندك wireless communication معناه مع cash wires اللي تعطل أي عملية reorganization للمكان. يعني أنت الآن كثير مرات من offices بيضطروا يغيروا أماكن المكاتب، بالعادة يكون قواطع، فتستخدم wireless communication بتخفف من تغيير الكوابل أو أماكن الكوابل بشكل هائل جدا. حتى في المصانع، في المصانع مرات بيعملوا اوبتمايزيشن للبروسيسز، يعيدوا تشكيل اماكن الريسورس الموجوده داخل المصنع، وهذا الكلام اذا عندك وايرنج كثير بيعطله بشكل هائل. اما اذا في عندك وايرلس كوميونيكيشن بيسهل عمليه نقل الديفايسز والريسورسز بشكل كثير كثير افضل. فموضوع الوايرنج من اكثر الشغلات اللي الناس ركزوا عليها على اساس خفف كوست وترفع ريلايبيلتي. وزي ما حكينا talking about reliability using wireless increases reliability، على الرغم انه زمان هذيك الايام بنهايه التسعينات كانوا الناس كثير يخافوا من الوايرلس، كانوا يعتبروها very unreliable بالذات في المصانع. زي ما قلت لكم كانت تعتبر من المحرمات انه تستخدم وايرلس داخل المصنع، لانه كانوا يخافوا من موضوع الانترفيرنس والسيجنال بيهيفير سو فورث. لحد ما استطعنا نقنعهم انه على العكس تماما، الريلابيليتي تبعت الوايرز ممكن تكون في كثير من الاحيان احسن من الريلابيليتي تبعت الواير، يعني بتتخلصت من مشاكل الكيبل فيليرز. زي ما حكينا بالذات في المصنع سهل جدا انه ينقطع الكيبل او يصير عليه تلف بسبب العوامل اللي داخل عوامل كثيره داخل المصنع. فاستخدام الوايرز بيخلصنا من كثير من مشاكل الكيبلينج والفيلر تبعتها. increase overall network reliability، فبشكل عام بيرفع لي الريلايبيليتي تبعت النتورك اذا انا استطعت اتخلص من مشاكل الكيبل فيلر، لانه واحده من اكبر المشاكل الموجوده بالذات في الاولد انستليشنز. يعني عندك انستليشنز لمصانع موجوده من 40 و50 سنه، اذا الكوابل هاي مع الوقت بدها تتلف، كل شوي بيقطع كيبل بيعطل لي النتورك، عطل لي شغل المصنع. عمليه تبديل الكيبل مش سهله بالذات في الاولد انستليشنز. فاستخدام الوايرلس بيكون حل جذري لكثير من هاي المشاكل. طبعا هذا اللي شفناه قبل شوي اللي هو المصنع وكيف عمليه الانتجريشن ما بين الانترنت والاكسترنال ريسورسز، زي مثلا المانيفاكتشر اللي بيصنع القطع وهاو تو سكيور ات، وكيف انك تتفاعل ما بين الانجينيرنج سايد وال بسموه الاوفيس سبيس والفاكتوري سبيس او فاكتوري فلور والاوفيس فلور، كيف انك تتفاعل بيناتهم يكون كلهم مشبوكين على نفس النتورك وتعمل انتجريشن هائل ما بين الديفرنت ريسورسز. واحده من الشغلات الامثله اللي بحب دائما اتحدث عنها اللي هي اوائل استخدام الوايرلس في المصانع، كانت فورد، شركه فورد للسيارات السباقه، فيه استخدموا شيء بسموه وايرلس بوش بوتون. الوايرلس بوش بوتون عباره عن ديفايس صغيره موجوده على الحيط جنب التكنيشن، تمام، وعباره عن كبسه، مجرد كبسها بتعطي عن طريق الوايرلس كوميونيكيشن بتعطي انديكيتر انه في عندي ماتيريال خلصت من الشلفز، هاي الماتيريال لازم تتعوض. فمباشره هاي بتعطي نوتيفيكيشن مثلا للفورك ليفت الكترونيك نوتيفيكيشن انه والله عندي ماتيريال معينه بدي اياها من المستودعات، بروح بجيبها من المستودعات وبحطها مباشره اوتوماتيكلي. اذا مثلا المستودعات ما فيش فيها او كفايه، ممكن الالرت هذا يتحول كمان لاوتوماتيك الالرت للمصنع، انه المصنع يحكي انه والله في عندنا نقص في الماده الفلانيه في المستودع، ابعثوا لنا منها شوي، تمام. هذا الريكوست ممكن بي اوتوميتد ايزلي بدون اي هيومن انترفنشن، ممكن هذا الريكوست يروح مباشره والمصنع يبعث دفعه والدفعه تيجي على المصنع ويجي كمان نوتيفيكيشن للفورك ليفت انه تعال خذها من البوابه وحطها في المستودع. يمكن اوتوميت ذس اند كانسل اول ذا بيبر ورك اللي كان
دائما يعطل البروسيس. فهي كان البروبوزل اللي قدمناه للشغل في المصالح. فانت الان عندك access of multiple resources, you can minimize travel, يعني حركة الناس داخل المصنع بتصير أقل. لما تخفف من الحركة معناها خففت من الجهد, خففت من الوقت, أو عملت يعني good time saving. No second party involvement, ما فيش داعي يكون في حدا وسيط. يعني زي ما حكينا قبل شوي في الطريقة التقليدية, أي مشكلة بتصير لديك التكنيشن الموجود هون بيخبر المانجر تبعه, والمانجر بيحكي مع الديبارتمنت تبعت الانفنتوري, والانفنتوري بتحكي مع مش عارف مين. فدائما عندك ناس وسطاء انك يعني توصل له المعلومه عشان يوصلها لحد ثاني. هذا الحكي بكلف وقت كبير وجهد وعدد كبير من الناس. فالان لما تصير الشغله اوتوميتد من السيستم مباشره, انت وفرت وقت بشكل هائل جدا. بيبرلس انفورميشن, زي ما حكينا فيش داعي للاشياء تكون على الورق, وين بدك تخزن الورق وعمل فايلات, وكل ما بدك ترجع لها بدك نص ساعه تدور على الشغله. الان صار كل شيء بيبرلس, كل شيء الكترونيكلي لوجد وستورد بطريقة أوتوماتيكية في الداتابيز. بإمكانك you can easily access it for status update. ممكن المانجر بكل سهولة وجالس على مكتبه له حتى ببلد تاني عن طريق الموبايل فون يعمل status update ويشوف إيش status تبع الشغل في المنطقة اللي هو مسؤول عنها بكل بساطة, أو يعمل auditing يتأكد أن الأمور ماشية تمام, ويعمل access للوج يتأكد أنه البروسيس مشيت صح, ما كانش في مشاكل. وإذا كان في مشاكل ممكن نرجع ندرس الموضوع ونعمله optimization. فهاي كانت فكرة الـ efficient workflow داخل المصانع باستخدام الوايرلس. احنا كنا سباقين فيها صحيح في بداية الفي تقريبا في 2001 اشتغلنا عليها 2004. زي ما حكيت لكم كانت تجربة كثير كثير حلوة بالنسبة لي, لأنه كان استخدام الوايرلس في مكان شبه محرم فيه لحد ما اقنعنا الناس انه الوايرلس يشتروا. ان شاء الله later on بحكي لكم الشغلات اللي سويناها لما بيجي وقتها عشان نثبت للناس إنه الوايرلس is usable في المصنع, وبالعكس ممكن يكون much more reliable. أي سؤال؟ هاي بالنسبة لموضوع ال efficient workflow في المصانع. دكتور, عشان قصة ال signal interference اللي كانت الناس يتخوفوا منها. نعم. هسا مثلاً بالfuel stations بحكوا لك إنه مثلاً. بالإيش عفواً؟ الفيول ستيشنز, محطات الوقود, بحكوا لك انه مثلا طفي التليفون, عشان بحكوا انه ممكن الويفز تبعون التليفون يسببوا مثلا شراره. هذا الكلام انا شخصيا غير مقتنع فيه تماما, بتاتا, مش تماما, بتاتا. ما يعني ما فيش ايفيدنس لهذا الكلام. انا سمعت القصه هاي اكثر من مره, وفي ناس ربطوا الانفجارات صارت بالموبايل فون. هذا الكلام يعني ما فيش له دليل علمي. يعني بقى الناس بس بحطوا هيك بس كتخوف, بس عشان يعني احتياطا, يعني زي قصة لما تكون انت بالطيارة طفي الموبايل فون تبعك. هاي بعرف انه حتى هاي فعليا ملهاش اثر, لانه انت عم تشتغل على completely different bands. يعني الفريكونسي bands مختلفة تماما, اللي بستخدمها بالطيارة وفي الكوميونيكيشن عليه بستخدمها الموبايل فونز. مشان هيك في عندك موضوع الباندويث licensing, انك انت كل باند ليش تستخدمها لموضوع السبيكترم اللي حكينا فيه المره الماضيه. عرفت يعني على سبيل المثال, يعني انا عود بلام كلمه, انا يعني طول عمري في سواء في امريكا او هون بسوق السياره ومعي موبايل فون. كنت اشتغل بشركه اتصالات من ال 95 من 96, ودائما على جنبي موبايل فون. ايام ما كان موبايل فون يعني يطلع طاقه هائله جدا, وما فيش المزايا اللو باور والسكيورتيز الموجودين حاليا في الاجهزه الحاليه, وكنت اروح اعبي من الجاز ستيشن without any problem. يعني عرفت يعني كخبره شخصيه من ناحيه, ومن ناحيه علميه ما فيش اي ايفيدنس. انا ما بعرف, هاي مرات بتكون هوكس, يعني بتكون كيف بدي احكي لك, اشاعات ناس بتتسلق. عرفت في شيء زي هيك موجود تحذير في محطات وقود؟ حرفيا بكل المحطات, لو لاحظت بالمناصير بالتويتر بكله. انا والله ما شفتها صراحه, ما بعرفش يعني هم بيحطوا فيها يعني بطريقه علميه ولا لا. يعني بصراحه ما اظنش انه هذا الكلام صحيح. تمام. على اي حال يعني دوت اطفي تلفونك بس احتياط. اوكي ماشي, عشان تتحملش مسؤوليه. بس يعني انا شخصيا ما عنديش اي قناعه علميه انه هذا الكلام صحيح, الا اذا في شيء انا بعرفوش شيء بيحصل داخل محطات الوقود, which I doubt يعني بصراحه. هاي سؤال اخر.
طيب نكمل مور على سيريس ابلكيشنز للوايرلس نتوركس. الريتروفيتنج اللي هو التحديث اللي بيحصل زي ما حكينا, موضوع الانستاليشن للمصانع والشركات. عاده موضوع الوايرنج من المواضيع اللي يعني فيها بيج كونسيرن على موضوع الكوست والكومبلكسيتي. يعني شوفوا مثلا هاي الصوره اللي موجوده امامكم, هاي السمول كابن فيها وايرز. طبعا هذا يعني مثال بسيط جدا على سمول كابن. شوف كميه الوايرنج, شوف كم في اسلاك صغيره طالعه ومعمول لها بندلنج مع بعض على اكثر من ليفل, وكيف بدك تعمل لها راوتنج هاي الكوابل او الحزم من الكوابل, كيف بدك تعملها راوتنج. لاحظوا هون على طرف الصوره في عندك هون حزم من الكوابل هاي معمولها راوتنج ابورد ومحطوطه على كيبل تريز لفوق وشيء تحت الارض. موضوع الكيبلنج من 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 اعقد المواضيع في الشركات, مثلا شركات الاتصالات او شركات اللي فيها ولا في الشركه اللي فيها نتوركس. فانت بتعمل انستليشن, الوايرنج مهم جدا, وين بدك تحط الايثرنت كيبل على سبيل المثال, وين بدك تعمل لهم, وين بدك تعمل الهابينج, وين بدك تحط السويتشز والراوترز اند سو فورث. هاي بتكون كثير سهله لما تكون عندك مبدا جديد وعم بتصمم فيه تمام, وتحط الاشياء زي ما بدك. وهذا الحكي انا شخصيا سويته مرتين, يعني مرتين مع شركتين مختلفات من الاتصالات انشانا السويتشنج سنتر كامل فروم سكراتش, يعني مبنى فاضي وعملنا فيه الديزاين كامل. عرفته هذا الكلام سهل تسويه في البدايه, بس مشكله الريترافيتنج لما بدك تيجي تعدل وتضيف وتحسن وتعمل دياجنوستيك, هون تصير المشاكل تمام. فموضوع الريترافيتنج زي ما حكينا, يعني اذا بتستطيع تستخدم الوايرلس فيه بيكون رائع جدا, بدل ما تضطر تتعامل مع انك تبلش في الكيبلينج والريكيبلينج والقصص هاي, لان تايم كونسيومينج ماني كونسيومينج ومشاكلها كثير تمام. مثلا بدك تعمل نيو ابلكيشن ساتش از مينتنس سنسنج, من الشغلات اللي ظهرت هذيك الايام لما كنت اشتغل في الاندستريال اوتوميشن, قصص زي ما حكينا عشان تمنع الفيلر في المصانع. الماتورات هاي هي اللي بتكون مشغله الكونفير والاسمبلي لاين. اذا تعطل واحد من هاي الماتورات تعطل الاسمبلي لاين, تعطل الانتاج. واحده من الشغلات اللي اشتغلنا شوي عليها وساعدنا فيها اللي هي كيف مثلا تستخدم وايرلس سنسور داخل الماتور, وبحيث انه اذا الماتور هذا طلع فيه اي مثلا كان يستخدموا الفايبريشن, اللي ما كان يحكوا انه الفايبريشن باترنز تبعت الماتور بتدل على صحته. يعني اذا كان شغال كويس في باترن معين للفايبريشن تبعه, اذا بلش فيه اعطال او بلش بعض القطع الداخليه بلش تنتهي مدتها او حياتها, ببلش الفايبريشن يتغير. فصار يحطوا فايبريشن سنسور داخل الماتور ويراقبوه من برا وايرلس سنسور نتورك تمام, ويستطيعوا يعرفوا انه هذا الماتور على وشك يخرب ولا لا. هذا سموه بروجناستكس بدل دايجنوستيك. دايجنوستيك تستخدمها لما تصير معك مشكله بدك تكتشف شو المشكله. البروجناستكس انك تحاول تتوقع حدوث المشكله قبل ما تحصل. هذا مثلا استخدموا فيه الوايرلس تكنولوجي على اساس انه مش سهل انك تحط واير داخل الموتور ماشي, ومش سهل انك تعمل انتجريشن مع بقيه النتورك عشان تكتشف مشكله زي هيك. مثلا في كثير من الاندستريال بروسيسز مثلا زي المصانع الكيماويات والفارماسيوتيكال, بيكون عندك مثلا تشامبرز زي هيك بيكون فيها تفاعلات كيماويه اند سو فورث, ما بتستطيع تعمل وايرنج داخل. ممكن تحط بريشر سنسور داخل حتى تتاكد انه مثلا البريشر ما تجاوزش مرحله معينه, ممكن تشوف الريدنجز برا او تتراقبها عن طريق موبايل ديفايس. فهي الشغلات الجديده اللي طلعت استخدام الوايرلس فيها سهل كثير عمليه الانتجريشن, بدل ما ايش اضطر اعملها وايرنج داخل الديفايس. واحيانا الوايرنج مش ممكن زي مثلا هون انك تحط سنسور داخل الماتور وتطلع سلك منه, مش سهل. نفس الشيء بالنسبه للاندستريال بروسيسنج. Experimental deployment of process optimization. مرات بدك تعمل optimization لسيرتن process. بدك تعمل experimentation عشان تعمل optimization. هذا الexperimentation كل مرة بدك تعمل rewiring وتعمل integration بالطريقة التقليدية بصير كثير مكلف وبياخذ وقت كثير. أما إذا استطعت تستخدم الوايرلس بيوفر عليك وقت وجهد بشكل هائل جدا.
كوميشنينج نيو كومنت، بتحط كومنت جديده زي ما حكينا، بدل ما تضطر تعمل ريوايرنج وتغير الوايرنج استراتيجي تبعتك او تضطر تضيف عليها وياخذ منك وقت كثير بامكانك انتجريتد وايرلسلي وذاوت اني بروبلم. وهذا الحكي بلش يحصل من هذيك الايام واتوقع الان وصل مراحل كبيره. من الاذر ابلكيشنز اندستريال ابلكيشنز اللي هي الموفينج ماشينري اللي هي مفهوم الكيبل ريبليسمنت زي ما حكينا، ناس كانت مشكلتها بالكيبل. على سبيل المثال في الموفينج ماشينري في الروبوتك ارم زي اللي احنا شايفينه هون، هاي الكوابل اللي بتعمل عمليه السنسنج والكنترول، يعني بتعمل سنسنج وبتعمل كنترول بنفس الوقت. هاي الكوابل مهمه جدا عشان عمل الموفينج ماشينري. هاي الان وجود هاي الكوابل بتحدد degrees of freedom تبعت الروبوت ارم. يعني هذا الروبوت ارم في زوايا بيستطيعش يتحرك فيها خوفا من انه ايش يقطع الكيبل او يتلفه، فهي كانت تتحدد كثير من حركه الروبوت. فشو سووا؟ حكوا طيب لما بلشت الوايرلس تكنولوجي تظهر، حكوا طب ليش ما احنا نبدل هاي الكوابل، نشيلها ونحط وايرلس كوميونيكيشن، يعني نشيل هذا الكيبل ونخلي الديفرنت بارتس من المشين يحكوا مع بعض وايرلس. اول ناس تجرأوا وعملوها، صاير انا بحب احكي هذا الكلام، الناس اللي كان عندهم الجرأة انهم يستخدموا هذا الكلام بحب اني اذكرهم، لانهم لهم فضل في انهم يعني فتحوا الطريق لناس اخرين. اول ناس عملوا هذا الكلام شركه فولفو للسيارات، تعرفوها اكيد. فولفو استخدمت البلوتوث ككيبل ريبليسمنت عشان تتخلص من هذول الكيبل في الموفينج ماشينري، ونجحت العمليه بشكل ممتاز. كانوا خايفين كثير لكنها نجحت وحلت مشكله، صارت هاي المشين تتحرك بحرية كثير أفضل من أول، وتعطي نتائج أحسن من السابق. فكانت واحدة من الأمثلة لاستخدام الوايرلس في أوائل أيامها as a cable replacement. في إيش نسميه الفيستون كيبلز، برضو موفينج ماشينري اللي هو الكرينز، عارفين الرافعات الكبيرة اللي بتكون موجودة إشي داخل المباني زي اللي موجودة بعض بهندسة المدنية في الجامعة، أو الكرينز اللي بتكون موجودة في المصانع الهائلة جدا بكون على ارتفاعات عالية ومسافات كبيرة. هاي الكرينز بتتحرك بالاكس والواي اكسس. فالان لما بتتحرك بتصير تمد، تمام، الكوابل هاي لازم تمد معها، ولما ترجع مره ثانيه لازم ترجع معها. فكانوا يحطوا ايش، يحطوا هاي بسموها الفيستون كيبلز، يحطوا عليها حاملات زي هيك، والحاملات لها مجرى يمشي بسلاسه رايح جاي. طبعا هذا الكلام له مشاكل. اول شيء موضوع الكيبلز هاي لما بتنثنى بصير تاخذ مساحه عموديه كثير كبيره، ممكن يعني تتعرض للتلف ضربه بشيء ثاني. طبعا هو بياخذ الكلام هذا بالاعتبار، بس مجرد انها تضم وترجع تفتح عده مرات، هذا الحكي مع الوقت بقلل من عمرها وبسبب تلفها. فصاروا يحكوا طيب هاي واحده من الكوابل اللي مهم نتخلص منها، ان نحط وايرلس تكنولوجي عشان نتخلص من هذا النوع من الكيبلينج في الموفينج ماشين، نعمل مشاكل اللي كانت موجوده. مثلا بدك تعمل اكسس، يعني مونيتورنج اند كنترول على مسافات بعيده، الوايرلس حلت المشكله. طلعت من يمكن 30 او اكثر سنه طلعت شيء بسموه السكيدا. سكيدا اختصار سوبرفايزر كنترول اند داتا اكويزيشن. لاحظوا كلمه كنترول اند داتا اكويزيشن، انك انت على سبيل المثال في عندك مثلا الانابيب الغاز وانابيب البترول وانابيب المي على مسافات طويله، مسافات مئات الكيلومترات وجزء الاف الكيلومترات، ما فيش في انفراستراكشر في المناطق هذيك، ما بتستطيع انك تستخدم الواير تكنولوجي عشان تراقب عمل هاي البايبس على سبيل المثال. فطلعوا فكره السكيدا انه انت عند اماكن معينه بتحط انتنز وبتشبك وايرلس، تمام، وبتستطيع تعمل سنسنج، بتعمل مراقبه لهي الستيتس تبع البايبس، وبامكانك تعمل كنترول عليها. بعطي مثال موجود في الاردن انا شفته قبل سنتين، اللي هو مشروع الدي سي، مشروع خط الدي سي. مشروع خط الدي سي لانه بيجيب المي من اقصى جنوب الاردن على الحدود السعوديه، وبنقلها لمعظم مناطق عمان في الجنوب وفي الوسط وشوي في الشمال، بتحدث عن مسافات كبيره. فهم كانوا يعني شفت النظام كيف بيشتغل، جدا رائع، يعني بيعمل سوبرفايزوري كامل، يعني يمكن واش الستاتس تبع البايبس في كل مكان على الماب، يعني موجود الماب وموجود الستاتس لكل النقاط اللي بيراقبوا فيها. اذا صار اي تسريب
اي اغلاق اي عطل مباشره بيبين عندهم على السيستم، وعندهم تكنيشنز معاهم دي موبايل ديفايسز بيجيهم نوتيفيكيشن مباشره بروحوا بيتعاملوا معه. شيء جميل جدا ومستخدم بشكل هائل جدا في العالم مفهوم سكيل اللي هو التواصل او المونيتورنج كنترول على مسافات طويله. كروسنج الكتريكال اند فيزيكال باريرز، احيانا ما بتستطيع تمرر سلك زي مثلا عندك نهر او مناطق مائيه، ما بتستطيع تمرر اسلاك بسهوله، بدك تحفر تحت وتحط قوابل وقصص طويله ومكلفه جدا. الوايرلس حل المشكله كثير من الاماكن. ان شاء الله ليتر اون بورجيك بعض الامثله اللي مرت علينا كيف حلينا المشاكل باستخدام الوايرلس في اماكن ما بتستطيع فيها وايرلس. هاي بعض الابلكيشنز الحقيقيه اللي بنحكي اندستريال ابلكيشنز للوايرلس، واهميه مشان هيك الناس حطوا فيها انفستمنت كثير واهتموا فيها لانها حلت مشاكل حقيقيه في المصانع في العالم. اي سؤال؟ طيب اذا هاي بالنسبه للابلكيشنز تبعت الوايرلس. نشوف اخر شيء كابل اوف سلايدز على الستاتستكس والترندز على استخدام النتورك. زي ما حكينا اخر 20 ل 25 سنه صار تطور هائل جدا في الوايرلس نتوركس واستخداماتها والموبايل كمبيوتر. فنشوف ايش اللي صار. هاي الصوره جايبها انا من gsma.org، هاي مؤسسه يعني زي organization معلوماتها كلها عن الوايرلس والموبايل نتوركس في العالم بذات السيلر نتوركس. كان كنت ادخل عليها ومعلوماتها هائلة جدا، بحب اجيب منها المعلومات لانه دائما updated والمعلومات اللي فيها very relevant، وبحطوا كثير دراسات على مواضيع اللي تتعلق في الموبايل كومبيوتينج. هاي احصائيه يمكن اخر شيء موجود جبتها قبل فتره قصيره، بتورجيك على مدار ال 20 سنه الماضيات من ال 2000 لل 2020. طبعا اكيد يعني في 2020 بجوز في برودكاست، اذا هذا ظهر قبل السنه الماضيه يكون في سنه او سنتين برودكاست يعني توقع بناء على الترند. بتلاحظوا في تو كيرفز، الكيرف الاول بسموه البنتريشن ريشيو. البنتريشن ريشيو اللي هو نسبة عدد الناس اللي تبنوا الوايرلس، بمعنى انهم يعني تخلوا عن الوايرد وصاروا يستخدموا وايرلس. فبتلاحظوا انه في بداية الألفية كنا نتحدث عن أقل من 10% من الناس، يعني few hundred thousand بجوز يعني قريب المليون أو أقل من المليون. بينما في 2020 عم نتحدث تقريبا 3/4 البشر صاروا وايرلس. هذا growth engine penetration ratio جدا كبير. تمام؟ بالأرقام كنا نتحدث زي ما حكينا يعني probably few hundred thousands of people، إشي قريب ممكن يكون قريب المليون. الآن عم نتحدث عن إشي قريب من 6 مليار من البشر استخدموا وايرلس. فجروث هائل جدا، عدد هائل جدا من الناس بيستخدموا الوايرلس كوميونيكيشن. شوف مثال آخر على السبندنج، كم عم بيستثمروا، كم يتم استثماره من أموال في الوايرلس تيليكوميونيكيشن. فبتلاحظوا في آخر خمس سنوات، سنوياً عم بيستثمروا أقل شوي من تريليون دولار. لاحظوا هاي الأرقام بالبليون، يعني عندك 822 أو 823 مليار دولار، يعني عم تتحدث عن 0.82 تريليون دولار. فعم تتحدث عن كمية هائلة، هون قربنا أكثر لتريليون دولار في 2020. فكمية الانفستمنت اللي عم تنحط هائلة جداً، معنى ذلك أنه في بوتنشال عالي، في شغل كثير، في تطوير كثير. وهذا حكي جداً مهم بالنسبة لكم Network engineers about to graduate. هذا الحكي معناه أنه شغلكو is booming في العالم. موضوع الوايرلس كوميونيكيشن والنتوركينج الآن صار كله integrated مع بعض، هائل جدا والpotential له كثير هائل، وشكله راح يظل لفترة طويلة نسبيا طويلة. آخر سلايد أعتقد هاي، لا سلايد قبل الأخيرة، بتورجيك الريفينيو، الgrowth في الريفينيو، annual growth في الريفينيو للموبايل تكنولوجيز اللي هي 2G 3G and 4G. فبتلاحظ كيف انه 2G من قبل تقريبا من نص، يعني تقريبا من 2005 بلش يصير في دي جروث، يعني صار يتناقص الجروث بالبروفيت. ليش؟ لانه ظهرت 3G تقريبا بال2000 وبلشت يعني تتطور من 2005 ل 2010. فبتلاحظوا ال 3G بلشت تطلع والبروفيت تبعها عالي في تقريبا 2010، كل 10 سنوات تطلع نيو جينيريشن. في 2010 طلعت ال 4G بلشت، وبلشت شوي شوي تكبر على حساب ال 2G وال 3G. فبتلاحظوا انه
دائما في يعني تقريبا دائما في growth، يعني هاي 60% growth في اقل وهكذا. الان احنا عم بيتحدثوا تقريبا الجروث، يعني كيف بدك تحكي فيش جروث ولا دي جروث، تقريبا اوفر اول في ريفينيو بيرسنت ريفينيو شبه ثابت، لكن بتلاحظوا الديفرنت تكنولوجيز، شيء بيطلع وشيء بينزل، يعني اللي بيجي جديد بيروح اللي قبله. لا زال لسه في عندنا 2G وعندنا 3G، لكن ايش بيتناقص مع الوقت. الان المفروض من بعد 2020 يبلشوا يتحدثوا عن 5G، 5G بلش ينعمل له ديبلويمنت حديثا، لانه بال 2020 بدايه 2020 ظهر او يعني صار في الستاندرد اتفقوا عليه. المفروض الان يبلش ال 5G يظهر ويتلاشوا اكثر الجينريشن اللي قبله وهكذا. فبتلاحظوا انه ريفينيو هائل جدا صحيح، يعني هاي اندستري ناجحه جدا وعليها يعني انفستمنت هائل وارباح هائل جدا. شوف كميه انذر ترند اللي هي كميه الترافيك اللي ترسل على الوايرلس نتوركس، تمام؟ هاي السورس تبعها سيسكو وطلعت في 2019، فينا تقريبا هذول فوركاست يعني كانوا متوقعات حسب الجرو. فبتلاحظوا مثلا في 2017 11.5 اكسا بايتس، عارفين شو الاكسا بايت؟ to the power 18 11.5 اكسا بايت تم نقلهم عن طريق الوايرلس نتورك في الوايرلس نتوركس في 2017، ومتوقع هذا الكلام يوصل قريب 77.5 في 2022. فبتتحدثوا عن جروث تقريبا 50% كل سنه، فكم هائل من الداتا، وهذا بيتطلب كثير من الداتا ستورج والداتا اناليسز والداتا مايننج والقصص هاي كلياتها. فهي انيبلز لوت اوف ديفرنت تكنولوجيز. فبتلاحظوا كل شيء له علاقه في الوايرلس نتوركينج وما يتعلق فيها من داتا اند داتا ستورج اناليسز كله في تطور هائل جدا وحاجه كبيره جدا لناس يشتغلوا. فباختصاري هاي الهدف من هاي الترند تشوفوا انه الوايرلس تكنولوجيز والوايرلس نتوركس لسه بومينج وستيل بي بومينج فور سيفرال ييرز تو جو، والانفستمنت فيها هائل جدا. فمجال عملكم انتم كنتورك انجينيرز كثير هائل في كل العالم، ويتوقع يظل موجود لعدة سنوات، بس بيعتمد انتم كم بتشتغلوا على حالكم وبتطوروا في انفسكم فيها. تمام؟ اي سؤال؟ دكتور بس شوي استفسار، هلا انا شفت فيديو ديك المره بيحكي عن ال5 generation. نعم. هلا بيحكي انه ال5 g عشان بتشتغل على فريكوانسي كتير عاليه كتير مضره لصحه الانسان، يعني عم بيحكي انه بيحكي انه مثلا واحد لحد 1.8 ميجا هرتز بتاثر انه بتعمل سرطان يعني جسم الانسان. فاذا كان هذا الحكي صحيح، طب ليش كل العالم يعني تتجه لهي الاشياء؟ بالضبط هذا سؤال جيد يا انفا. ليش العالم اذا هذا الكلام صحيح، ليش العالم عم بتحط هال تريليونز اوف دولارز انفستمنت في ال5G؟ صح؟ فمش عارف، يحس انه في اشي مش ضابط في الموضوع. مزبوط، انا هذا الكلام علقت عليه اعتقد المرة الماضية وراح اعلق عليه كمان بعد شوي. خليني انتقل لشابتر 2 لانه راح احكي شوي في هذا الموضوع. تمام، بس اجل جوابك بعد شوي. ماشي تمام. اي سؤال اخر؟ تمام. هاي بالنسبة ل بالنسبة لـ Chapter 1 Introduction. أنا بجوز أسهبت وطولت شوي فيه. أنا عادة بحب أعطي الـ Big Picture، أعطي الصورة العامة بشكل واضح، وبعدها إن شاء الله منصير نسرع أكثر. بس بهمني يعني تفهموا أهمية الوايرلس، ليش الناس متجهة للوايرلس، شو عم بتساوي في الوايرلس. هذا يعني كثير مهم، وتعرفوا أنه أنتوا يعني You are on the right track بالنسبة للتكنولوجيا. طيب خليني أتحدث عن chapter 2 شوي. هو صراحة chapter 2 عادة ما بغطيه كامل، بترك جزء منه أو معظمه for self study، بترك أنتوا يعني تقرأوا وإذا عندكم سؤال أسئلة تسألوا. chapter 2 بيتحدث عن challenges and solutions. إيش هي المشاكل أو التحديات اللي واجهت العلماء والريسيرشرز في مواضيع الوايرلس الموبايل نتوركينج اند كومبيوتينج، وايش الحلول اللي تقدمت وايش الناس قدمتها من حلول.
هذا الشابتر ايش بتحدث؟ challenges and constraints، التحديات والمحددات في الموبايل، يعني محدد الكونسترينتس يعني ايش اللي بيحدد الموبايل كمبيوتر، ايش يعني بيقيدها لدرجه معينه. design challenges of mobile computing، ايش هي التحديات في التصميم الموبايل كمبيوتر، زي الوايرلس كوميونيكيشن تشالنجز اللي هي التحديات اللي واجهت الناس اللي بيشتغلوا في الوايرلس كوميونيكيشن، مشاكل الوايرلس كوميونيكيشن والسيجنال والبروباجيشن وما الى ذلك. موضوع الديسكونكشن انه بصير انقطاعات، حكينا فيها المره الماضيه شو اسبابها وكيف احنا نخفف منها وشو اثرها. لو باندويث بشكل عام الوايرلس نتوركينج الباندويث تبعتها اقل من الوايرد نتوركس، تمام؟ هاي من التحديات. الباندويث هاي فاريبيليتي، انه الباندويث مش بس صغيره، بتتغير بشكل هائل جدا، لانك انت مع الموبيليتي بتغير مكانك، في كثير عوامل بتاثر على السيجنال وبتاثر على الباندويث، فبضل الباندويث طالع نازل ما كانت جارانتي سيرفر الباندويث. وهي مشكله في كثير من الابلكيشنز زي الريل تايم ابلكيشنز والمالتي ميديا ابلكيشنز. نتورك هيتروجينيتي اللي هي الاختلاف ما بين الديفرنت نتورك ريسورسز، وانت عم تتنقل من نتورك لنتورك او ديفرنت بارتس اوف ذا نتورك، رح يكون في عندك different types of hardware, different software, different resources. هاي الهيتروجينيتي أو عدم التجانس ما بينها بيسبب مشاكل، لأنه الديفايس بتكون ما تتحدث مع ديفايس بمواصفات معينة من مانيفاكتشر معين، بوم، ولا أنت عم تحكي مع ديفايس ثاني من مانيفاكتشر ثاني بمواصفات مختلفة، كيف تتعامل مع الهيتروجينيتي؟ صح في ستاندرز، بس زي ما حكينا المرة الماضية، مرات حتى الستاندرد implementation تبعه بيختلف من ديفايس لديفايس، هاي كلها مشاكل. Security حدث ولا حرج، تحدث وايرلس معنى ذلك نتحدث عن سيجنال في الهواء، اي حدا بيستطيع منها انترسبشن ياخذها، اذا استطاع يدخل على المعلومات معناها في مشكله. الوايرد نتورك فيها زي ما حكينا كثير ماتش مور سكيور، لانه انت عندك جايدد ميديا، بينما في الوايرلس عندك مشكله انه السيجنال موجوده في كل مكان. هاي بالنسبه للوايرلس كوميونيكيشن تشالنجز. الكاتيجوري الاخرى من التشالنجز اللي هي الموبيليتي تشالنج، اللي هي تشالنج تتعلق في حركه اليوزر، تمام؟ الادرس مايجريشن، مشاكل الادرس زي ما احنا عارفين في النتوركس زي في الانترنت، عندك الاي بي ادرس مرتبط في المكان، مرتبط بالسبنت، السبنت مرتبطه في المكان. فالان اذا بدك تصير تنتقل من مكان لاخر، بتنتقل من سبنت لسبنت، بطل الادرس تبعك بالغ. كيف بدك تعمل مايجريشن الادرس، انك تستخدمه في مكان اخر او انك تاخذ ادرس جديد، شو علاقه هذا الكلام بالكونكشنز اند سو فورث. Location dependent information، الشغلات اللي تتعلق في الاماكن، انت عم تتنقل من مكان لمكان، من ممكن من نتورك نتورك او من جزء من نتورك لجزء اخر. هذا الحكي بيؤدي ايش؟ انه في عندك new resources او resources مختلفه او different services بدك تتعامل معها. فاللوكيشن ديبندنت انفورميشن اند سيرفيسز مهمه جدا بالنسبه لك، بدك تعرف كيف تتعامل معها. طبعا مهمه بالنسبه للنتورك ديزاين، انك تستطيع على سبيل المثال حاول تاخذ السيرفيسز اللي بدك اياها wherever you are، او اذا في عندك سيرفيس مختلفه how to manage that. migrating locality، انك انت عندك local service provider معين في المكان اللي انت فيه، انتقلت لمكان اخر، how to migrate this local، يعني السيرفيسز تاخذها انت في local network تبعتك في مكان اخر، كيف تحمل السيرفيس تبعتك لمكان اخر. كل هاي مشاكل واجهت العلماء وهم يصمموا ويعملوا ليميتيشن لهي التكنولوجي. سلو باور كونسمشن، لما تتحدث عن موبيليتي ما تتحدث عن بورتبل ديفايس. بورتبل ديفايس تشتغل على باتري باور، فالباتري هاي بدك يكون تعطيك اطول لايف تايم ممكن قبل ما تضطر تشحنها مرتين، لانك بدك تشحنها ما بدك تتعطل. فبدك ديفايس هاي تشتغل على لو باور حتى توفر طاقه تستطيع تشتغل فتره اطول ما يمكن. هاي واحده من المشاكل بتتعلق في الموبيليتي وتتعلق في البورتابيليتي بنفس الوقت. فالكاتيجوري الثالثه اللي هي البورتابيليتي تشالنجز، المشاكل اللي واجهتنا في موضوع البورتابيليتي زي الانكريز ريسك اوف داتا لوس. عندك بورتابل ديفايس زي السمارت فون تبعك، حاط عليه صور، حاط عليه فايلات، حاط عليه كل المعلومات اللي بدك اياها، فجاه انسرق او نسيته في الكافيه وحدا اخذه، او سقط وتكسر، بطل لك اكسس على الداتا، فصار عندك لوس اوف داتا هائل جدا. ويا ما في ناس وقعوا في هاي المشكله. فالان البورتابيليتي في لها حسنات، لا يمكن لها سيئات، لانك انت ممكن تفقد المعلومات تبعتك، تفقد الديفايس وما عليها بكل سهوله. الموضوع اليوزر انترفيس، بدك الديفايس تكون صغيره وبورتابل وتستطيع تحطها بجيبتك او تحطها يعني سهل الاكسس لها، بس بنفس الوقت بدك انترفيس
مناسب. ايش انترفيس؟ بدك الشاشه تكون كبيره عشان لما تعمل براوزنج او تتفرج على او تفتح فايل او تتفرج على صور تكون كويسه وامكانياتها عاليه، بس بنفس الوقت بدك ديفايس صغير، ففي عندك كونفليكتنج اوبجكتيفز. انا بدي اياها كبيره وبدي اياها صغيره بنفس الوقت، كيف بدي، هاو دو اي اوبتمايز ذا سايز؟ طبعا هذا الكلام اعتقد وصلوا لدرجه كويسه من الاوبتمايزيشن. زمان كانت الاشياء صغيره بشكل عام، الاجهزه كبيره لكن الشاشه صغيره، وفي عندك ميكانيكال كيباد نسبيا كبيره، بلشوا يكبروا الشاشه ويصغروا الكيباد، بعدين خلصوا من الكيباد كبروا الشاشه، وجدوا انه احيانا صارت كثير بلكي كثير كبيره يجوا صغروها، عملوا اوبتمايزيشن شالوا الحواف. فبتعرف في تطور هائل جدا على هذا الموضوع، موضوع الديفايس بورتابيليتي وكيف اني انا اعملها ديزاين بحيث ان تكون اتراكتيف ويوزر فريندلي، اليوزر انترفيس تبعها سهل ومقبول وبنفس الوقت ايزلي بورتابل، استطيع ان انا احملها واخزنها بطريقه جيده. ليميتد اون بورد ستورج، مفهوم موضوع الستورج الميموري والستورج ديفايسز، هاي كانت من المشاكل الكبيره، انه انا بدي الديفايس تبعتها احد اخزن عليها داتا وتتحمل الداتا، بدي احط صور ولا فيديوهات تكون عندي هنا في ستورج. ولكن مره ثانيه الستورج هذا بدي اضمن اني انا ما اخسرهوش. صار في كلام انه طيب التطورات اللي صارت اني بستطيع الان استخدم الكلاود، اخزن معلوماتي على الكلاود بدل ما اخزنها على ايش؟ على الانبورد ستورج. فصار الحاجه للانبورد ستورج اقل مع وجود الكلاود، لكن الكلاود عشان انا اوصلها بدي ايش؟ بدي وايرلس كوميونيكيشن، والوايرلس كوميونيكيشن في مشكله الديسكونتينيوتيز واللو باندويث. طب الان انا حطيت الداتا تبعتي على الكلاود، از ات اكسسبل اول ذا تايم؟ از ات ايزلي اكسسبل ولا لا؟ فدخلنا في قضيه ثانيه. فصار عندي ايش؟ حل، لكن حل له حسناته وله سيئاته. الحسنات اني حافظت على الداتا تبعتي وخزنتها في مكان هوبفولي سيف، ولو انه موضوع السكيورتي بعد الكلاود لسه عليه 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 بيج كويشن مارك، تمام؟ خزنتها في مكان سيف، لكن كان اي اكسس ات اني تايم اي وونت، لان خزنتها لوكال على الديفايس بستطيع اوصلها باي وقت بدي اياه، صح؟ طالما الديفايس بايدي. بس الان اذا فقدت الديفايس راحت الداتا كلها. اذا حطيتها على الكلاود بدي لازم يكون عندي ايش؟ كونكتيفيتي على النتورك عشان اوصل للديتا. فبتلاحظوا في عندنا ايش؟ في عندنا انتر ديبندنسي ما بين الديفرنت بروبلمز في ديفرنت كاتيجوريز. هاي كلها مشاكل تعاملنا معها كريسيرشرز وكساينتست من 20 30 40 سنه حسب على اي جزء تتحدث. فكل هاي مشاكل واجهت الريسيرشرز في موضوع الوايرلس والموبايل كمبيوتر، تمام؟ فهو الحديث في هذا الشابتر عن هاي الامور كلها. اذا بحكي لكم انا بس راح استعرض بشكل سريع بعض النقاط واترك الباقي انكم تقراوه وتحكوا لي اذا في عندكم اي اسئله او ملاحظات. في ديتيلز كثير لسه، هذا هاي شورتر فيرجن. انا كنت حاط مور ديتيلز بس لاحظت ان الطلاب يعني شعرت انهم يعني شعروا انه كثير معلومات فخففتها، يعني هاي ريديوس فيرجن. بشكل عام عندنا تو فاكتورز ذات انيبل ذا موبايل كومبيوتينج ديفلوبمنت اوف موبايل enabled mobile computing development. أيه. بكلمة ناقصة. إيش هما؟ الادفانسز في الوايرلس كوميونيكيشن، التطورات الهائلة اللي صارت في آخر عقدين من الزمن في الوايرلس كوميونيكيشن سيستمز أند نتوركس سواء في الفويس أو في الداتا، ساعدت كثير على إيش؟ تطور الموبايل كوميونيكيشن. صارت الكوميونيكيشن فيري فلكسبل، تستطيع تعمل اكسس من اي مكان، في انتجريشن كويس، في هاندينج اوفر، في كفرج كويس. ف نتورك صارت كثير متطوره ذات الموبايل نتوركس. ليس ديبندنسي اوف ديليكيشن اوف ذا نتورك اكسس، بطل الان مهم جدا من وين انت بتدخل على النتورك. صار الان من اي مكان، حتى الان صارت الانتجريشن يونيفرسال، يعني كانك تروح على دوله ثانيه you can access اي شيء بدك اياه على النتورك تبعتك او على المعلومات تبعتك بكل سهوله. فصار في ايش؟ less dependency على مكان الاكسس للنتورك. هاي التطورات ساعدت كثير الموبايل في تطوير الموبايل كومبيوتينج تكنولوجيز. الادفانسز في الكمبيوتر تكنولوجي، التطورات اللي صارت في تصنيع الكمبيوتر وتصنيع الكمبيوتر وتطوير البورتبل ديفايسز، هاي كمان ساعدت كثير. يعني صار في عندي الان faster and smaller semiconductor design. صارت الان حجم السيميكوندكتور ديفايسز صارت اصغر وسرعاتها اعلى والكباس تبعت الستورج اعلى، فتطورت بشكل هائل جدا وصارت ارخص، يعني الكوست تبعتها نزلت. هذا الحكي ادى ايش؟
انه صار عندي better processing and storage capabilities، صار عندي سرعات اعلى في معالجة المعلومات وقدرات اكثر على تخزينها، صار في عندي portable devices كثيره بانواع كثيره وaffordable، اسعارها صارت معقوله واحجامها معقوله وdifferent form factors يعني different sizes، شيء لابتوب شيء سمارت فون شيء تابلت اللي بدك اياه صار موجود. فهذا التطور في 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 صناعه الاجهزه الكمبيوتر والبورتبل ديفايسز واحجامها والانترفيسز تبعتها ساعدت كثير في تطور الموبايل كمبيوتر. هذول العوامل كلهم مع بعض ساعدوا. صار في عندي الان الهاند كمبيوتر، طبعا الهاند كمبيوتر اللي هو كمبيوتر لكن ايش يمكن هولد ات ان وان هاند زي اللي كان مع التكنيشنز في المصنع. هاي يعني فولي فانكشنال كمبيوتر في امكانياتها عاليه جدا لكن ايش حجمه صغير وكان بي هولد ان وان هاند وبيعطيك كابابيلتيز عاليه جدا. هاي كل الشغلات ساعدت على تطوير الموبايل كمبيوتر بشكل هائل جدا. ايش هي مسببات ايش اللي سبب هاي التحديات والمحددات للنتوركينج موضوع الموبايل كمبيوتينج؟ The nature of wireless communication زي ما حكينا طبيعه الوايرلس كوميونيكيشن ومشاكل البروبجيشن والانترفيرنس والنويز والقصص هاي كانت سبب لهي المشاكل. الريكوايرمنتس تبعت الموبيليتي انك انت انك يكون عندك امكانيه انك تتحرك من مكان لمكان وتاخذ اكسس والنتورك لحاله تعمل كونفيجريشن للادريسنج اند سبورت، كل هاي الريكوايرمنتس كان سبب او كانت مسبب لهي المشاكل اللي اشتغلنا عليها لحلها. برضه الريكوايرمنتس للبورتابيليتي ان تكون الديفايس صغير كفايه والانترفيس تبعها كويس وفيها ستورج وفيها بروسيسنج، كل هاي الريكوايرمنتس برضه ايش سببت انواع تشالنجز والكونسترينتس اللي شفناها واشتغلنا عليها. تمام، كل هاي المسببات بالتالي ادت لايش؟ ادت لتحديات ومحددات في 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 ثلاث جهات. الجهة الأولى في الديزاين في تصميم الشبكات، وبعد التصميم نيجي للإمبليمنتيشن اللي هي التنفيذ. ففي عندي مشاكل خاصة بالتصميم إني أنا أستطيع أصمم شغلة، طيب استطعت أصممها هل بستطيع أنفذها بالطريقة اللي أنا حطيتها في التصميم ولا لا؟ وبعد أن أنفذها إيش المشاكل اللي تتعلق في استخدامها؟ هل أنا بستطيع أستخدمها بطريقة كويسة وريلايبل وبنفيشل ولا لا؟ فعندنا three categories أو three areas of constraints and challenges اللي هما design implementation use of mobile computing. كل هاي الشغلات طرحوها العلماء. نأخذ مثال مثلاً في الوايرلس في الوايرلس communication the characteristic of wireless communication that caused such challenge. إيش الشغلات اللي في الوايرلس communication سببت هاي التحديات؟ أول شيء زي ما حكينا قبل شوي استخدام unguided media لأنها relatively uncontrolled ما بتستطيع تسيطر عليها، مجرد طلعت من الأنتنة مشيت في الهواء سيطرتك عليها محدودة جدا. Electromagnetic signals are very lossy. Electromagnetic signal تفقد كثير من الطاقة تبعتها على المسافة. هذا الحكي إن شاء الله يوم الأربعاء بنبلش نتحدث عنه ونشوف كمية الطاقة الهائلة اللي تفقد على مسافات صغيرة. فهي واحدة من المشاكل الكبيرة بالنسبة لتعلق بالوايرلس كوميونيكيشن. Dynamically and continuing changing environment. الانفايرمنت بتغير بشكل هائل جدا حواليك. شو اللي بيسبب هذا التغير في الانفايرمنت؟ او شيء الموبيليتي يعني اليوزر بتغير بغيره مكانه، لما تغير مكانك تغير الانفايرمنت اللي انت فيه. السيجنال بروباجيشن تغير لانك غيرت المكان او تغير الشغلات اللي حولك، اذا انت ثابت لكن تغير الشغلات حواليك. يعني انت على سبيل المثال سياره مرت من امامك، هاي اوبجكت موفينج اوبجكت غير يعني غير لك البروباجيشن تبع السيجنال. مطرت الدنيا، صارت تغيرت كثافه الجو او الرطوبه في الجو، غيمت ما غيمت، سقط ورق الشجر، كل هاي عباره عن تغيرات في الانفايرمنت بتسبب مشاكل او بتغير سيجنال بروبجيشن، بتسبب لك اشكاليه تابعها من ناحيه كفرج وكونكشن كونكتيفيتي وباقي. كل هاي بتاثر. The status of the portable device. The device نفسه ممكن تأثر عليك. يعني لو كل الشغلات هاي اللي قبلها ما كانش موجودة، the device نفسه بتأثر. كيف؟ على سبيل المثال، أنت شغال على الموبايل فون تبعك أو على التابلت ونزلت البطارية تحت 10% أو 20% حسب الكونفيجريشن تبعك. شو ممكن تساوي الـ device؟ تطفي الراديو، تطفي الوايرلس كوميونيكيشن. ليش؟ عشان توفر طاقة، عشان ما تطفيش. أو تنزل الترانسميت باور. فبتصير إيش؟
السيجنال اضعف، بصير النويز يتاثر اكثر، الانترفيرنس ياثر اكثر، الباندويث بتنزل وهكذا. فهي كلياتها ايش؟ لاحظ الموبيليتي والبورتابيليتي والانفايرمنت اللي حواليك كله بياثر بشكل دايناميك على السيجنال تمام، او على الوايرلس كوميونيكيشن. فهي من المسببات مثلا في الوايرلس كوميونيكيشن بشكل عام. هاي اخر سلايد راح اتحدث عنها وكمل الوقت تقريبا خلص، حملوني بس دقيقتين اكملها. هاي سلايد بتلخص الكاتيجوريز اوف تشالنجز اند كونسترينتس اللي موجوده في الموبايل كوميونيتي. ففي عندنا 6 اعتقد 6 areas. واحده منهم الليجال اند ريجولاتوري ايشوز اللي هم الاشياء القانونيه والتنظيميه او ريجوليشنز اللي موجوده في الدول اللي بتتعلق في الباندوث الوكيشن واللايسنس. يعني الان تحديد الباندز للديفرنت تكنولوجيز زي ما حكينا عنها في السبكترا، والباند الباند لايسنسنج انه بدها لايسنس وانه بدهاش لايسنس، وكل وحده كم لازم تكون الباندوث، والقصص هاي كلياتها اللي بتتعلق في ريجوليشنز وفي الامور القانونيه. هاي كاتيجوري اوف تشالنجز الناس اشتغلوا عليها كثير منها انحلت واتس اون جوينج يعني شغاله. ستاندرايزيشن انه الناس تشتغل على ستاندرز وتتفق على بروتوكولز معينه وتصير ستاندرز عالميه وتستخدمها كلياتها حتى يكون في عندي انتر اوبرابيلتي بكل سهوله في التعامل مع الديفايسز والتكنولوجيز. الكاتيجوري الثاني سيجنال بروجيشن ايشوز زي ما حكينا، موضوع الانترفيرنس والفيلينج والمالتي باث. هذول كلهم ان شاء الله زي ما حكينا قبل شوي نتحدث عنهم في شابتر 3 ابتداء من يوم الاربعاء ان شاء الله، وكيف نتعامل معه. هاي كاتيجوري اخرى تتعلق في السيجنال بروجيشن، وكمان واحدة بتتعلق في الهيلث اند سيفتي زي ما سالت افنان قبل شوي على موضوع الالكتروماجنتيك سيجنال افكت تمام وتاثيرها على الانسان. هذا موضوع مش جديد، ماشي افنان معي لسه. موضوع التاثير السيجنال على الانسان حكوا فيها من 30 سنه. انا بذكر لما اول شغل اشتغلته في سبرنت في 96 كان بالوايرلس كوميونيكيشن، كنا عم نعمل امبلمنتيشن لاول سكند جينيريشن موبايل نتورك في امريكا، وكان الحديث هائل جدا على موضوع تاثيرها على صحه الانسان، وربطوها في الكانسر بالذات في البرين كانسر لانه التلفون جاد على الاذن دائما وقريب من القريب من الدماغ. هذا الكلام شغال من 20 30 سنه. هل في ايفيدنس واضح لغايه الان؟ لا، في ناس بتحكي فيه، ناس راح تحكي فيه، انقسام هائل جدا لانه بيدخل فيها امور قانونيه وامور صحيه، بيدخل فيها امور اقتصاديه. شفتوا كميه الانفستمنت الهائله اللي حطوا فيها التكنولوجيز؟ شيء طبيعي الناس اللي حطوا هاي الانفستمنت بدهم مش يسمعوا انه في تاثير سلبي على صحه الانسان، لانه هاي معناها انه راح يخسروا كثير من الفلوس اللي حطوها. فاكيد هذول بيلعبوا دور، فاكيد هذول دي سبورت الدراسات اللي بتحكي ما فيش تاثير، لكن في ناس بيشتغلوا اندبندنتلي بيحكوا لك لا في تاثير. بشكل عام لغايه الان ما فيش كلير ايفيدنس في العلم على تاثيرها المباشر. بحكي لكم انا شخصيا من خبرتي انا الشخصيه وتعاملي معها، انا الموبايل فون على جنبي من 96 ما غادرنيش. انا كنت وايرلس نتورك انجينير في هذيك الفتره، كنا نعمل اوبتمايزيشن شغل معظم الوقت. انا شخصيا ما شعرت اني تاثرت، بس الناس اللي بيشتغلوا على سبيل المثال الفنيين اللي بيشتغلوا على الابراج هذول ممكن يتأثروا. انا بتذكر بعض الزملاء التكنيشنز اللي كانوا في هذيك الفتره صار عندهم بعض المشاكل وربطوها انه لان هم بيشتغلوا قريبين من الانتنز اللي بترسل فيري هاي باور، يكونوا يعملوا هناك صيانه وهي شغاله. هاي مثلا. اما الموبايل فونز الان كميه الطاقه اللي بتعطى الاحيان اللي بتطلع منه مش كثير عالي. ان شاء الله رح نحكي في التفاصيل عن هذا الكلام في شابتر 3 ان اب، بس موضوع اللي سألت عنه أفنان موضوع تأثيره على الصحة، هذا موضوع ديبيت شغال من أنا يعني من أول يوم دخلت فيه في الاندستري هاي تقريبا في 96 وللآن ما حدش طلع بنتيجة. الآن الحديث عن 5G هو أقرب للسبيكيوليشنز وأقرب للكونسبيرسي ثيوري منه لإشي حقيقي، لأنه أنت الآن عشان when you claim إنه هذا الكلام بيأثر أعطيني evidence، أعطيني إثبات علمي إنه هو بيأثر. هما بيفترضوا او بيتوقعوا انه يصير، لكن هل في اثبات على هذا الكلام؟ لغايه الان ما في اثبات. ماشي يا افنان، هذا الجواب السريع بس عشان ما اخركوش كثير، ممكن ارجع اطرح الموضوع مره ثانيه ونتناقش فيه اكثر. اوكي؟ فموضوع الصحه الهيلث اند سيفتي، موضوع الصحه وتاثيره على جسم الانسان
ومواضيع السيفتي اللي بتتعلق على سبيل المثال درايفنج وايل اونلاين، هاي واحده من المشاكل اللي بنعاني منها حاليا كثير بالذات من فئه الشباب افضله. الان مشكله قياده السياره والحديث على التلفون، انك تنشغل بالتلفون وانت سايق السياره وتسبب حوادث. المشكله اللي انيل منها انه الناس تكون تعمل تكستنج، يعني ترسل تكست مسجز على على الواتساب او على الماسنجر وهي سائقه ويفتخروا فيها. يعني الان في ظاهره سيئه جدا موجوده في العالم اللي هو تكستنج وايل درايفنج، يعني بيعتبروها شيء ايه فخري، يعني انا بستطيع اسوق وارسل رساله بنفس الوقت. طبعا هذا الكلام خطر جدا وفي حوادث هائله جدا تسجلت في هذا المجال. اذا تدخلوا على اليوتيوب بتشوفوا حوادث تسجلت اونلاين، يعني الشخص هذا عم بيسجل فيديو انه هو عم بيسوق السياره وبيرسل رساله وهو عم بيصور صارت حادثة شنيعة وراحوا فيها كل اللي بالسيارة من وراء. فهي شغلات منحذر منها دائماً، بالذات عند فئة الشباب. Be careful, don't do that. عندك مكالمة ضرورية، عندك رسالة ضرورية ترسلها، بعطي غماز بصف على اليمين بخلص شغلي وبرجع مرة ثانية. Please don't do that. هاي مشاكل كبيرة. طيب نخلص شغلنا. Device related issues، شغلات على زي ما حكينا في الـ power consumption، الـ form factor اللي هو الحجم والـ capabilities، إيش الإمكانيات اللي موجودة فيها. تمام؟ وموضوع البورتابيليتي. الكاتيجوري الخامسه اللي هي الامبلمنتيشن ايشوز، انه كيف تعمل امبلمنتيشن. زي ما حكينا انا عملت الديزاين بدي اعمل امبلمنتيشن، زي ايش مثلا؟ الكفرج، بدي اعمل ديزاين لواي فاي نتورك داخل الشركه اللي انا توظفت عشان على سبيل المثال. طب كيف بدي اضمن هذا الكفرج يغطي لي المناطق اللي لازم احطيها بشكل كويس ما يكونش عندي كفرج هولز، وكيف انه انا اضمن انه اليوزرز او الموظفين اللي في الشركه اللي عم يستخدموا هاي النتورك انه ما تعطل شغلهم. مثلا عم بيحكي مكالمه فويس اوفر اي بي، يجي هو عم يتحرك في المكتب، اذا تحرك وفقد الكونكشن او نزلت الباند وصار في عنده يطلع نويز وتعطل المكالمه تبعته، انا عطلت شغل. فكيف بدي اضمن الامبلمنتيشن تبعي يكون كويس؟ هاي امبلمنتيشن ايشوز، هاي من التشالنجز، وراح اتحدث عنها بشابتر 4 ان شاء الله واورجيكم كيف احنا اشتغلنا عليها. بيرفورمانس، علاقه الكفرج بالبيرفورمانس مترابطه جدا، كيف انا اضمن انه البيرفورمانس تبعي البيت ريت ما ينزلش عن حد معين، وهذا مرتبط في الكفرج وبالباور كونسومشن اند سو فورث. الكوست، الامبلمنتيشن كوست، انه انا كم بده يكلفني او كيف بدي اعمل اوبتمايزيشن للكوست لما بدي اعمل امبلمنتيشن، كيف انا الافشنسي تبعت الكوست تكون عالي، يعني الريتيرن اللي بيجيني من وراء الانفستمنت اللي احطه بالكوست تكون كثير. رح نحكي عن هذا الكلام في chapter 4. وموضوع الموبيليتي، كيف انا بدي يكون عندي continuous coverage وبنفس الوقت اذا في عندي موبيليتي كيف اعمل handing over واضمن انه يضل اليوزر اونلاين while mobile. واخر the last but not least موضوع السكيورتي، وحدث ولا حرج، موضوع السكيورتي في الوايرلس من البيج تشالنجز اللي ما لازالت موجوده، صح نحل كثير مشاكل منها لكن المشاكل موجوده. موضوع الانترسبشن والبرايفسي، كيف تضمن انه ما يصيرش انترسبشن على السيجنال، او اذا حدا دخل على السيجنال على الاقل ما يستطيع يوصل للديتا. كيف اضمن دكتور مش انحلت مش انحلت المشكله هاي بال end to end encryption؟ زي ما حكيت لك دائما في مشاكل بتنحل وفي مشاكل بتطلع جديده بدها حل او بدها تطوير. كلامك صح، في كثير شغلات انحلت في الوايرلس. يعني انا لما بقارن الوايرلس تكنولوجي، عفوا السكيورتي ايشوز في الوايرلس نتوركس بالذات الواي فاي، لما انا اشتغلت عليها في تقريبا في بدايه في 2001 كان في مشكله كبيره لما كان بس الويب لسه، كان الادرت اللي هم ال 11 اي كان لسه مش طالع، كان في مشاكل كثيره. رح احكي عنها تشابتر 4 ان شاء الله. بس الان انحلت كثير من هاي المشاكل، معظمها انحل، بطل ينعمل عليها انترسبشن بسهوله. لكن هل انحلت 100%؟ هذا السؤال لسه ما بتستطيع تجاوب هذا الكلام، لانه قبل 20 سنه فكروا انهم حلوا مشاكل السكيورتي، بل لحد ما حد طلع حكى هيني عملت انترسبشن واستطعت اني احل، يعني ادخل على الديتا. تمام؟ فما بتستطيع تحكي بشار انه انحلت مشكله المشاكل كلها 100%. انحلت مبدئيا صح، ما راح تعرف انه في مشكله جديده الا لما حد ايش يرجع يخترق ويحكي لك انه في عندك ويكنس في الحل تبعك. مزبوط؟ مشان هيك التطور بضل دائما موجود. وزي ما الناس بتطور على بروتوكول جديد، في ناس شغلتها تحاول تخترق هذا البروتوكول عشان تشوف انه هل هو قوي فعلا ولا مش قوي. اوكي، بعتذر اني انا اخرتكم سامحوني، بس كان لازم اخلص هاي الجزئيه عشان ان شاء الله نبلش فريش يوم الاربعاء في تشابتر 3. اي سؤال؟ رجاء هذا التشابتر بي اتنشن تو ات، يعني في له فوائد. احنا عاده نشوف يعني
هو فائد لكم أكثر من أي شيء ثاني، بس عشان تأخذ الـ overall picture على موضوع challenges. إنه يعني بديش أصرف عليه كثير وقت، بدي إياكم أنتوا تدرسوا يعني do self study. حتى إذا في شغلات ما فهمتوها في السلايدات you can simply google it وطلع المعلومات، وأنا جاهز أساعدكم بأي شيء. تمام، رجاء اقرأوا، حاولوا يعني في الأسبوع هذا تطلعوا عليه بشكل كويس، إن شاء الله الأمور يعني سلسة. وإذا في حدا عنده أي سؤال يسألني. وقبل ما أبدأ بشابتر 3 يوم الأربعاء، برضو نصيحة للي ما راجع ديتاكم يراجعها بسرعة، لأنه راح نبلش في شابتر 3 نتحدث عن مفاهيم تعلمناها في الديتاكم، فبيساعد كثير إنه أنتوا تكونوا جاهزين من هذا الجانب، وما تتغلبوش إنكم تفهموا الأشياء اللي راح أشرحها إن شاء الله بشابتر 3. اتفقنا؟ طيب أنا بكون خلصت هيك، إذا حدا عنده سؤال يتفضل، اللي ما عنده سؤال بإمكانه يغادر، وأنا راح أنهي المحاضرة خلال دقائق إذا محدش يعني إلا إذا في حدا عنده سؤال. يعطيكم العافية. أي سؤال؟ يعطيك العافية. حياكم الله، الله يعافيكم.